دي بس يا حبيبي بقى يا زينب. انت يا اللي اسمك زينب. حاضر حاضر. في يا ستي متعصبه كده ليه؟ في ايه؟ بقى يا زينب انت ودنك دي ايه؟ ودن من تين ودن من عجين مش سامعه؟ ما انا اهو جيت لك اهو. خير؟ خير ايه؟ ما تيجي تشوفي اللي انا فيه. بيعيط وماله؟ كل العيال بتعيط، ماله زي ما يكون حد قرصه. والنبي انا جايباكي عشان تساليني ماله؟ ما انا لو عارفه ماله كنت قلت لك. خلاص ما تعصبيش نفسك. ياختي ياختي بسم الله الرحمن الرحيم. يما يما يما. عارفه يا ست هو يا اما جعان يا اما مبلول وعاملها. خلاص يا زينب خدي يا حبيبتي شطفيه اكليه رضعيه خلصيلي عشان خلقي ده. ما انا بقول لك على طول هو محتاج غذاء، يعني اللبن الصناعي ده زي قلته بصراحه، بينفخ له بطنه ويعمل له مغص زي قلته. يا ستي حرام عليكي، هو لا انا بقوله بعيده ولا بعيده وبزيده؟ انت ما بتفهميش ولا ايه؟ ما قلت لك خلاص بح ارحمني بقى يا ربي. انا كان مالي ومال الوقعه دي بس. ايه؟ في ايه؟ ايه القصه دي؟ مال الواد؟ يا حاج يا حاج، الواد عمال يعيط من الصبح ونعم الشريف ما عارفه ماله. ده باينه عيان ولا ايه؟ ولا عنده برد؟ مش عارفه يا ربي. ولما هو احتمال عيان ولا عنده برد يا ربي، ما كلمتيش الدكتور ليه؟ ما انت معاكي تليفونه. والله من الصبح يا حاج عمال اقول لها يا ستي اللبن الطبيعي والرضاعه. حاضر حاضر هروح اكله واغير له. خدي بالك مني يا زينبو. حاضر. امشي. لا اله الا الله يا قلبي، يا عين امك انت. مش لما تاخدي بالك مني انت الاول تبقى زينب وتاخد بالها. يا بني بس اعمل ايه بقى؟ انت عارف انا ماليش في الحاجات دي خالص. وبعدين يا بيبي انا قلت لك 100 مره بقى، قلت لك 100 مره انا عايزه بيبي سيتر. بيبي ايه؟ بيبي سيتر دي واحده يا حبيبي شغلتها انها تقعد بالعيال وتاخد بالها منهم، وبتاخد كل اخر شهر مرتبها. طب ما انت عندك زينب موجوده اهي، زينب سيتر، ايه لازمته بقى ندخل واحده غريبه بيتنا وتعرف اسرارنا؟ لا اسكيوز مي بقى يا حاج، زينبو دي هتعمل ايه ولا ايه؟ ده هي يعني محتاسه لوحدها. انا عايزه واحده تيجي تاخد بالها من البيبي عشان انا اخد بالي من البيبي بتاعي، هدلعه واخد بالي منه وهسكه. بقول لك ايه؟ توحشتني قوي سميحه. مش ليلتك يا سميحه. استغفر الله. سميحه انما ليلتك قربت. حاج انا كان في حاجه كده كنت عايزه اكلمك فيها. حاجه واحده بس يا نهار، انت تأمري. ربنا يخليك، بس انا كنت عايزاك تشوف لي حل في مدرسه الواد منى. مالها مدرسه منى؟ ما بيدوش الواد دين بقى، احنا مودينه احسن مدارس في البلد علشان ينسوه دينه. ما بيدوش دين؟ انت متاكده من الكلام ده؟ ايوه، ما هو كان بيسالني وعرفت منه بالصدفه. لا اله الا الله. انا هبعت بكره مرسي ولا شحاته، اتاكد الاول وبعدين اتصرف. ربنا يخليك لينا يا حبيبي ويرزقك على قد اعمالك. أنهار يا اختي يا عين أنهار. مش عايز أوصيكي يا أنهار، البيت ده عيلة واحدة. ها؟ ما تكشريش يا أنهار، مفيش جبهتين ولا حرب، أنت الكبيرة العقل. ها؟ مصر ولبنان أشقاء وشقيقات. ماشي؟ حبيبتي أنت ربنا يخليكي ليا. يا كمل يا عسل أنت. يا رب أنا متجوز العسل دي، اديتني عسل يا ربي. يا اختي يصبحك ويربحك وما بين عبيده ما يفضحك أبدا يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا يا رب يفتح الابواب كلها في وشك ان شاء الله. قول اعوذ برب الفلق. من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. الهي يا رب ما يقفل في وشك اي باب. تحب اجيب لحضرتك قهوه ثانيه؟ لا 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 ميرسي، كلك ذوق. قليلي هو الحج عادة بيتأخر ايه؟ لا هو ان شاء الله زمانه على وصول. ايه يا رب انا قاعد مستنيه. اتفضل يا حاج اتفضل. وسع يا عم وسع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام يا حاج. الله يسلمك. اهلا وسهلا. اهلا يا اهلا يا حاج. اهلا وسهلا منورنا. معقولة يا ناء ما عدا سليم بيه هنا؟ ما دخلتيهوش ليه يا بنتي مكتبي؟
ابدا يا حاج، انا قلت له من بدري ادخل بس هو ما رضيش. الحقيقه هي قالت لي، بس انا قلت لها ما في لزوم. يا بيني وبينك القعده قدام هناء برضه ألذ بكتير. الله يحميها ويبعد عنها ولاد الحرام. لا ده انت ما شفتش ابوها بقى ألذ بكتير يا راجل. اه اتفضل اتفضل. كيفك يا شحاتي؟ الحمد لله. بقولك ايه يا هناء، هو الراجل ده هنا من امتى؟ بقاله كده يجي نص ساعة. انا عارف هيقعد يزن على ودان الحاج، يزن 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 لحد ما يخليه يوافق ويخش مع المتاهات بتاعته. متاهات ايه دي يا شحاتة؟ كنت مالك انت، خليكي في حالك. اخصى عليك يا شحاتة، هو مش انا باجي اقولك على كل حاجة برضو؟ يو بقى عايزين اقولك ايه؟ بنته حلوة ولا عادية؟ يا نهارك اسود يا هناء، عايزين اتكلم على حريم الحاج؟ ايه يا هناء، انت اتجوزتي وقلعتي برع الحياة ولا ايه؟ حرام عليكي، احنا مش قاصين ذنوب، استغفر الله العظيم. بس 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 في ايه؟ انت هتدخلني النار وانا قاعدة؟ مش عايز اعرف. وبعدين يعني شكلها يطلع ايه يعني؟ قمر 14 طبعا. ايوه كده. انا ايوه. والله انا اديتك فرصة وانت سكت. دنيا صغيرة يا حاج، واللي عرفته انه في اتصال بينك وبين شريكي مروان. دنيا صغيرة فعلا، وانتوا اللبنانيين تعرفوا كل حاجة عن بعض. الراجل مقدم لي دراسة عن العرض بتاعه وبيزن على الشغلانة بصراحة. يعني بفهم من هيك انك صرفت نظر عن الصفقة اللي انا كنت جايب لك اياها. انا فكرت في العرض ولقيته هيقف عليا بخسارة، وانا ما بحبش الخسارة. بس انت هيك بتأذيني يا حاج. هزيك في ايه بقى يا عم سليم؟ ده شغل، عرض وطلب. لما تتفق مع شريكي من ورا ظهري يا حاج يبقى بتأذيني وبتخرب بيتي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. أهزيك ازاي يا عم سليم؟ الأذى ده فعل من الشيطان، وما تنساش ان انا عرضت عليك في الاول. وعشان يا سيدي ما تقولش اني بأذيك، تعالى نعملها احنا الثلاثة مع بعض، وهو برضو انتوا شركاء. شوف يا حاج، من الاخر هالشغلة هيدي بالزيت، يا معي يا معه. طب ضيعتها ليه من ايدك يا سليم؟ ما انا قلت لك بسيطة، خيرها بغيرها. الحمد لله، أهم حاجة النوايا الصافية. قال صلى الله عليه وسلم، عليك ما تصلي عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام، تهادوا تحابوا. ويقبل دي من أخوك الصغير فواز. الهدية مقبولة يا حاج. ما سمحان كريستال أصلي.